بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الآن إن شاء الله تعالى سننير الطريق لكم لكي يسهل عندكم معرفة أدوار النبي عليه الصلاة والسلام. رينا الكون يتحدث، وتحذير إلهي لكي تكون قدراته في توصيل الرسالة أعلى قدرات عرفها الخلق أجمعين. قال في شأن سيدنا موسى يتربى على عين. سيدنا موسى عليه السلام هو كليمه، ونبينا عليه السلام هو الأوحد الذي نال خير التهيئة لرسالة خاتمة خالدة وسلام.